والله في شيء جميل وفاجأة جميلة. طيب وين نروح يعني؟ أنا ربي نسجل سكربش عليكم كلكم أمس. ها سكربت إيش؟ الأول هم الأولات. ها هذا خريف يا ولا دخلت علينا. أول شيء عشان يجتمعوا الشباب ما نبغى. هذا الحين يبغانا في الهندسة. هو نفسه هي شغلة واحدة. هو يعني أنت ذا. هو أنا ذا. هو ترى ما يكلمون واحد يكلمون عشرة. هذا مشكلة بس على الوضع. لكن أنا وأنت واحد يا حبيبي. لا يا حبيبي. خلوا يجون شباب. خلوا يجون شباب. في شيء جميل بالهنجر وحلو وجذاب ولذيذ وكل حاجة شيء بالهنجر. شباب يا شباب الهنجر الهنجر. يلا علينا يا شباب على انقل شباب على انقل شباب يا شباب يا شباب على انقل شباب ولازم بنجمع حقين المحل وديني والله يا هو برد في حياتي ابراهيم حمزه عبد الواحد حمزه عبد الواحد ابراهيم محمود محمود على الهندس تعال ابو تغدى بنجي الحين تغدى بنجي تعال 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 شايفينكم يا شباب حياهم 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 شو السالفه يا عدني يا بني الله يحييكم ترى حبيب المطر يا شباب يا شباب يا شباب الله شنو هذا ما هذا الابداع يا جماعه خير يا جماعه خير صلوا على النبي محمد اجي سجدوا هذول الناس دقيقه يا دقيقه ما شاء الله تزين عيال صل على النبي تعال ابو يلا صل على النبي يا شباب ايش يا شباب يا شباب النبي الله حيها دقيقه عيال كلام كبير اسلم يا شباب اسلم يا خالد يا شيخ صل على رسول الله تعالوا بينا انتم وسهيل خلاص شباب باقي سامي تعيد نادوا صلوا على رسول الله وي لا لا الله اقرا خالد هذا طبعا مطعم خلنا نسمع راجع مطعم اسمه شيهان النسائي خاص باكلات زي ما تشوفون انتم خاص كمان نسائي يعني اللي عاملين فيه السعوديات كله طاقم نسائي اسمه اسمه مطعم شيهان النسائي في الرياض حي الخليج شارع ابن الهيثم مقابل مسجد بلال بن رباح للتواصل 055-63 يا شباب 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 خلونا نمريكم الرد 055 لا لا دقيقة دقيقة 1 2 3 اسمع الرقم 055-64-20-93-0 الرقم من جديد 055-64-20-93-0 هذا اسمه مطعم شيهان النسائي خاص كادر كلها سعوديات كانكم يا عيال ترى بالعافية يا عيال عشان كلهم وكان وسع وكلكم تشبعون ترى يا شباب اعطوني كبه لبنيه كبه مقليه هبلي هبلي كبه مقليه بدينا يا عيني بدينا تاكل من الفرس اللي طاجي خلي عاد يتحرمون يا حاج الحمدي حط لي من الحاجه دي حط لي بيش ايش اسمه بيض ايوان زياد شايفك يا سلام حط المكرونه مكرونه مكرونه مايك غير البطاريه انا حط المكرونه مكرونه اطلع برا خلاص خلاص سلام تعال 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 امشي امشي سلام حبيبي يلا يلا كثر خيرهم يلا يلا كثر خير صدر حرام كانهم دارين عني والله انا كنت صايم بس بطلت صايم اي والله انا اللي موجود راجع فيصل هذا شلون الله يكرمك يا خالد متى عبيت انا كنت صايم خذوا تبونه والله صايم افطرت لا يعني قلت ايش اخليها للمره الجايه قلت اصوم مره واحده حبيبي روح كل قلت اصوم مره واحده يا شباب ترى فيه ترى فيها الله الله ايش الفرق بين هذا فيه جريش وفيه هذا مرقوق مبلول هذا مرقوق ناشف يا هيثم جعله بالعافيه ها هنا طب تعال انت ايش كده ليه تعال هذا هذا صح واحد انا محمود هذه شكرا والله يا هو فنان جيبه 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 والله يا هو فنان ما شاء الله ما شاء الله عدل سموت هذا سموت يا هلا يا هلا يا مرحبا يا مرحبا بم مرحبا بم يا الله الله يسلم يديهن صراحه صراحة اشتر من عندهم وانت قلبك مطمئن اشتر هذا كادر سعوديات كادر طاقم طاقم سعوديات موجود في الرياض
اقسم بالله اشتري من اسر منتجه وشغل نظيف وما اضمن لك من اي هذا شيء. شيء فاخر من الاخر والله يا دشه، شيء فاخر من الاخر صراحه. صح اقلل هلا حبيبي. لا اوفر اخو قلبي اوفر. هذا وش اللي عندك طيب؟ بدام وجهك هذه دجاجه دي. يا جماعه الخير هذه الله يجزاهم خير جميعا. طبعا التذكير هم طاقم نسائي يسووا ما شاء الله جريش و مرقوق ورز وشغلات اللي شفتون هذه رياضي. اي برياض طاقم نسائي كله. فالله يجزاهم خير، الله يجزاهم خير، الله يجزاهم خير، والله يستاهلون الدعم صراحه. اوكي بالعافيه شباب، سموا بالله. الله يكبر. يا عيال ما شاء الله عليكم، الحكمه نزلت عليكم فجاه ولا كلمه. سولفوا السكينة، تكلموا السكينة السكينة. ما شاء الله يا عيال تبسة خرافية. اي والله جرب والله جرب طبختي انا ومخرج. انا اجرب المرقوق صراحة. لا احد يجرب طبختي يا رجال، تراكم مسموحين. اليوم برد. البسوا زين، والله العظيم من تتعبون تعب في حياتي على قولت ابو حامد. والله برد برد في حياتي. اللهم لك الحمد، قول الحمد لله. بس إيه. احنا نقدر نتدفى، غيرنا ما يقدر يتدفى. يا سلام، هذا رهيب كثر منه ولا تخاف. هذا والله في في لحم هذا. هذا يا جبال حط لنا كبسه يا جال مطروخ جال قاعده. اصبر يا ابو سعد الله يعطيك. الله عليك. هذا وش من يعرفه؟ خبر اجمل اللي مغطين عيونه يقول يا دوغ مان يقول هذا الحيوان جدا مره كويس اللي يعجبني. يا شباب اللي ما ذاق هذا محروم. هذا قرصان. عطني عطني عطني. والله محروم اللي ما ذاق. عطني 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 في زحمه. عطني في زحمه. يا عيال اسم قرصان قرصان هذا. يا عيال كله ابداع. يا عيال محمد الوهيب الان بيعطينا نصائح عن الاكل. يلا يا محمد يلا. طبعا نصائح عن الاكل ان الواحد لما ياكل ما يزعق محمد الوهيبي. صادق هذا هذا من النصائح. ما يزعقه خلاص سم. نخليه ياكل براحته. ايه براحته. في واحد تدعي الشيبان هلكني. البدنجان البدنجان. من من من؟ جاي هنا نسيه. لا يا حبيبي هو باكل منه. اوه ناكل منه. لا دحوم 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 دحوم. اي والله زي ما انت. والله زي ما انت زي ما انت. اليوم معك تمون الصلاح يا عيال. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. اقسم بالله ولا مطعم ذا دحومي. وين ورقه يا عيال تسمحوا لي؟ لا مطعم بيت. والله العظيم والله خالد. وين ورقه خالد؟ ورق عنب. ورق عنب خالد. وين الرقم هاتي؟ لا لا ابو قاعد محمد انا اقول مطعم برا يعني بيع. لا مطعم برا. اقرا مره ثانيه الورقه واقرا الرقم خاص بالنساء حتى كسدنا. خالد اقرا الرقم مره ثانيه. وقع طريقاتهم شيهان النسائي. خلنا نسمع. ايوه الرياض حي الخليج شارع ابن الهيثم مقابل مسجد بلال بن رباح. للتواصل 0-5-5-6-4-2-0-9-3-0-0-5-5-0-0-5-6-4-2-0 كله محمد كله. لا مطعم شيهان النسائي الرياض حي الخليج شارع ابن الهيثم ها مقابل مسجد بلال بن رباح. للتواصل 0-5-5-6-4-2-0-9-3-0 ما شاء الله. الرز وسمبوسة وتبولة وعلوم زينة. وهذا وشو يسمونه ذا شباب انتم؟ هذا محشي. لا ما نسمي محشي. ملفوف. محشي بالمصري. محشي مصري. وهناك ايش في هناك؟ في جريش، في مرقوق. جريش ومرقوق. واتوقع قرصان. اتوقع هذا بعض الاشياء اللي يقدمونها صح؟ مرقوق. بعض الاشياء يقدمونها. قرصان. انا ما اقدر ادعاك. ايوه ما اقدر ادعاك. اقسم بالله قرصان رز. والله يستاهلون حتى الدعايه يستاهلون. حتى الدعايه. شلون طريقاتهم هذول؟ تدق عليهم تطلب. تطلب. هم تروح لهم وتاخذ. ده افضل شيء. هو وسط القتل كذا. حتى العزابي اللي احنا كمقتنعين له عزاب وكذا، بدل اروح اشتري المطعم. والله اول شيء اطلب اكل في البيت. في المدينه؟ ايه انت طبخ نظيف. متعاقدين مع بيت؟ متعاقدين مع بيت متجر. والله يا شباب شوف مطعم مطعم نساء زي كذا. ابو علي قيم شغالين الافطار ماخذونه منهم.
يا عبد الله عبود 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 يا شباب يا شباب ايوه ايوه الحين هذه اللي يسوونها سعوديات صح ايدي سعوديه يعني بدل احنا ما نروح المطاعم ونروح كذا نضمن ضمان تام هذا زي اكل البيت والنظافه والنظافه مضمونه ان شاء الله وحنا كسعوديين او ناس عزبيه ندعمهم والله وان جاسم ام لو كانت تسوي العيال يا سلام يا سلام وان جاسم استراح تعال بيتكم فجاه دق عليهم جهزوا لي كذا كذا روح لهم وتاخذ وترجع وقف نظيف يا رجال لا لا وقف اقول لك حاجه حتى تشرب اطلب هذا الكلام بعض الاحيان يجيك ضيوف ضيوف فجاه او غيرها او شو اسمه حلو مطعم الفلاني لا وانت ما عندك استطاعه تطبخ عرفت بغيت اقول كلهم هم يضبطوا لك احلى طبخه وكانها من بيتك صلى الله بارك يكفيك شهاده الشيخ عليكم شيء يا عيال راجح يكفيك شهاده الشيخ لا 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 رز جيد جدا ها حلو الرز ممتاز طب انا بالله قيم فتفه يا ابو علي انا جالس في الرياض شباب اربع سنوات حلو اطلع من الدوام رائع اطلع من الدوام والله العظيم اول سنه كنت اشتري المطاعم عندكم حاجة عن مجربها بعدين من عند الناس اللي يسوون في البيوت اللي منتجات زي هذه اقسم بالله فرق رسل المنتج فرق السماء على الارض نظافة ثاني شيء في طعم يا اخي في ريحة اكل هذاك تحس انه طعم واحد ونفس الشيء كل مرة هذا في طعم وفي نظافة وغيرها تعرف من فلوس بالراحة عبد الرحمن راجع اللحم ما ادري وينهم صراحة ما ادري من وين جاء اللحم احيانا والله تمسك معانا احنا مثلا لحمة حاشي تخاف انه مو مضمون اللحم يا شيخ هذا اهم شيء اهم شيء تضمن شيء نظيف في الاخبار حلو لا 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 تقول الله زيد رصيدك زيد رصيدك والله ليه ما لي الله لا تفوتكم هذا اللهم لك الحمد يكثر خير مطعم شيهانة اقرا اقرا مطعم ايش الحمد لله طبعا بعلمكم كمان طبعا عندهم غير الاكلات هذه عندهم كاري عندهم ميدامات عندهم كل شيء اي شيء في روسك اي شيء في راسك فيه وعندهم ميزه حلوه كمان ايش الميزه الحلوه انه اذا عندك عزيمه في استراحه او نسائيه عزائم استراحه في استراحات او في مخيمات نسائيه يجونك الى حدك ويطبخوا لك نعم هذا مطعم شهانه ممكن اعيد الاعلان انا يا حبيبي بصوتي عيد عيد بصوتك يا ابو عيد عيد الحين عيد مطعم عطوا اسمك يا رياض استاهل هيثم مقابل مسجد بلال بن رباح للتواصل 0556420930 والله اذا يجون ايش هيثم ما ايش اذا يجون عندك يطبخون حلوه هذه هذه ميزه اخرى ايش تقول يا هيثم دقيقه قاعد اكتب الرقم بيعصب طب اكتب وتكلم ترى عادي نسمعك مطعم شيهانه النسائي حبيبي تمام اهو طبعا هذا زي طبخ اليوم سبحان الله نفس الحلاوه والله يا اخي ما احترامي لك تم السحب عليك ظلمت حظك والله ظلمت العالم هذا هو كله. امسك خالد يا سلام كيف تلعب هذا هو خربك تركي محمد ها كيف تلعب يا شباب في قريش يا عيال مطعم شيهانة وغير مطعم شيهانة ادعموا كل ادعموا كل هذه السعودية في السعودية كلها والله اتكلم لكم من جدة يا عيال والله لو نتحد واحد يخربها عرفت وندعمهم صدق ونسحب على ام المطاعم ها واحد بينسجل اليوم عرفت يا عيال اسحب على ام المطاعم المطاعم مشهورة والمطاعم اللي هنا في واحد هنا ابو قصب حلو عبد الله عبد الله عبد الله خليني الحق عليك عبد الله عبد الله عبد الله لا يا خلاص ارجع المطاعم عبد الله عبد الله خليني الحق عليك المطاعم يعني معليش مطاعم زينه ونجيها وكذا بس هذول من باب اولى نعم كيف؟ سجل كانت 10 سنوات صارت 5 سنوات شرط جزائي بدل ما هو مليون صار نص مليون حلو هذا الكلام اضبط امورك لا سجل وزينك الو عبد الله الجميري اقرا 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 تعال تعال انا ابدا تعال خليني اقرا تعال بالله تجي بالله والله غير تجي تعال جيب الرقم يبنى هنا ناظر كان راسك اقرا اقرا والله جاي من قبل لقيته
موجود موجود نفسه نفسه بس يختلف ترى يبغى يعني يا فرق يعني لا والله ما اسمع المطعم لازم يدعمونه لازم كويس طيب يا ابو علي انت قيمت الرز السعوديه طب علي جيد جدا